انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوه على النيابه. ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده مسامية. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوت. اسمها ايه هي اللي مرميه هناك دي؟ شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد. الله على اللقاء قدامي ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان، زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق، ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه، بس عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا اوف كورس، براون شوجر. ليه يا باشا؟ براون شوجر، بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلني بقى على ما يشد خطين؟ احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروس. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزه. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو، انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقة. اوكي، سي يو ليتر. باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كمالة. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزة؟ اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يا دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما دخلي معاك في السبا، هتجيب لي برنسيسة ده شريك يعني. ما شاء الله. انت عارف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. السلام، زحلقة يعني. تضرب صباب لبن هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكاية، يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك؟ كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ أنا في الليلة دي كلها مجرد مرسال، أنا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس أنت قريب من الباشا، ومفيش أقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت أنت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. أشبك إيدك في إيدي يا معلم؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، أنا مفيش واحد على كوكب الأرض كله بيكره خميس أفندينا زيي، ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي أكتر من الشغلانة عشرة، وليه عنده بدل الطار ألف. حلو أوي، كده إحنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح، ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره.
مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هازل صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل حاجة كده، تحس انها ايه رأيك يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا علشان تحلها؟ انا هقولك على الصحة بعد. خميس افندينا دلوقتي في حماية الباشا، ولو حصل اي حاجة لافندينا الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شوية. وبعدين نتفق، تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرض، بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواف. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبوه، انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ منى يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلمة زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الأمن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة كده يا سعادتك. لا لا لا، تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورق ايه؟ ورق ورق. اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف. اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندينا، اللي هو التوقيع افندينا. اكتب. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطك حلو. بص انا احط دي هنا، بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام تمام. خد يا خد. بس يا فندم. خد يا زينهم. لا لا، خد خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما متوقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. تشتغل اصلا لؤي؟ خلاص بقى انا زهقت منك، اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقه البفره، ما تستغربيش ورقه البفره. ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي. لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام. ولو مش تمام كلميني برضو. كلميني برضو. أفندينا. أفندينا. أنت بتستعبطي يا بنت؟ أنت فين كل ده؟ والنبي يا أبلة بلف لك على كعوب رجليا لما كعوب رجليا فقفقت، أعمل إيه؟ مش لاقية. يا سلام، أنت هتعمليهم عليا يا بنت؟ دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقية؟ أمال ما كان في جيبك ليل ونهار، هو فين؟ والنعمة الشريفة شحح يا أبلة، ده حتى اللي كنت بجيبه ب10 دلوقتي بجيبه ب20، ويا ريت لاقيين. أنا مش عارفة الناس اتصرعت على الفلوس كده ليه. كفاية بقى ترحمي نفسك، هاتي خلاصي، هو فين الهبات؟ اتفضلي يا أبلة. هاتي فلوسك السودة دي، روحي اعملي لي كوباية قهوة بسرعة. قهوة وشاي وبرشام وسجاير، أنا مش عارفة الليلة الطويلة بتاعتك دي ما بتخلصش يا أبلة. بصي يا أبلة بقى، أنا هعمل لك لقمة ترمي بيها عظمك أفيد من كل الكلام ده. إيه قولك بقى؟
هتسجن. انت هتبيع عليا فيه؟ يلا شليه. ده واجب مني عشان اصالحك بيه. حكيم انا عارف انك مقيره مني من المره اللي فاتت. بس ده اقل حاجه تعملها معايا بعد عملتك السودا. يا بنت ما يبقاش قلبك اسود كده. بقول لك ايه؟ ايه؟ مين الموزه اللي كانت لازقه لك دي؟ فتنه؟ اسمها فتنه؟ دي فتنه قوي. فتنه خالص. فتنه على الاخر. البنت دي سكتها ايه؟ بتحب واحد من صغيرها وبتموت فيه. ايه المشكله يعني؟ ننطر وندوس احنا. انسى. ده باشا ومعلم وجامد اخر حاجه. يا بنت معلم على نفسه. هو في معلمين غيري في البلد دي ولا ايه؟ انا هنا المعلم والباقي كله زباين. قلت لي بقى اسمه ايه الزبون ده؟ اسمه افندينا. افندينا؟ يا محاسن الصدف. ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده. هي افنديهم؟ ومالها ورقه البفره؟ ده حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعه قوي. انا قلت يعني هتتقالي شويه تعملي فيها كده. بدأتي واقعه. هتقل ادبك، هقفل السكه ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني اغير رايي فيكي كده؟ ممكن اعرف ايه معنى الكلام اللي انت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكه محبه وربط كلام. ومش شايف ان الطريقه دي قديمه شويه؟ اصل انا غاوي طرب اصيل. يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي، ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني. أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك. إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10. ليه كده بس؟ مدام كرامة، انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل. يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان. كرامة يا بنتي، الأنوثة مش دلع وكلام معسول. الأنوثة هو إحساسك بنفسك، إحساسك بذاتك. ساعات بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان أقدر أساعدك، ها؟ ياريت تثق فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، أنت خايفة من إيه؟ اتكلمي. ما ترد على الحاجة، قولي لها كنت فين؟ اشتغلوني أكتر، اشتغلوني، فهمونك ما تعرفوش. ما نعرفش إيه يا أخوي؟ هو في إيه؟ في إيه يا أم سعاد؟ في إنكم لبستوني العمة صح يا عم الحاج، قلوصتوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجلي في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات.
ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف مع ابوك واتكلم عادل. لم قلتوا نفسكم شويه بقى ولم بنتكم بدل ما تلم بلاقيكم على الناس المحترمه. الكلام ده بقى دول روحك مش ليهم، سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متجوزين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنيهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هرتاح من الهم والقرف اللي انا فيه وهض اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي، بس انت بعت نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرجي انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ست اجيبك منين؟ اشمعنى يا زباله؟ انت بتتوه ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه؟ بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبه الجربانه اللي مش لاقي حتى عظمة تاكل بيها الغلابه دول. انت اللي عرفتني سكه ام ساميه دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشيه عدل ولا حتى ماشيه شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجه. انت والجوع بعيد عليا لغايه ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانه اللي تاكل من وراها اجتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس انا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيميا؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والاوتوبيسات اللي ايديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات، وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق، هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطا جدا، ده لان الترامادول اسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا ان هو مش زي المخدرات التانية ولا زي العادات المميته اللي في حياتنا، السجاير والشيشه والعادات السلبيه اللي بقت على طول حوالينا. دكتوره ليلى، انا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف قوي الخطر اللي جاي. انا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حاكم الصيد ده موهبه من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل باصه للقمر وابقى شايفاه كده وهو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر. زي كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى غاوي أساسا واللي يجي بالبحر. وانت دماغك على طول حتفة شمال كده؟ إذا كانت الدنيا كلها حتفة شمال جت علي أنا بقى العبد الغلبان. على فكرة أنا عارفة أنت عايز مني إيه ولعبت لعبة الورق وجبتني هنا ليه. شوف أصلك أنت تحب تعمل كل حاجة بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازة مفروض عليك. مفروض عليا ولا مؤاخذة يعني ما عندكوش مراية في بيتكم؟ أصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلائم، عاملة كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وأنا بقى مفصلة من دول. غريبة أنت برضه. أنا شوفي يعني شفتك كام مرة لحد دلوقتي، يعني مرات قليلة بس يعني بعض سواعي كده
اشوفك حاجه وبعد ثواني تانية اشوفك حاجه تانية يعني، واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقول لك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. تاخدي صبت ده بقى بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. قلبت حالي وسايبنا لالي، جرى ايه يا غالي ما تحس بيا، هواك والشوق غالبني، حرام تسيبني في الحالة دي. قلبت حالي وسايبنا لالي، جرى ايه يا غالي ما تحس بيا، راضي على ابن النوح اول ليله. ما انت عارفها بحالات ودماغها ضربه حبتين يا برنس. عمال تتدلع ونولع قلبي بنظراتك، ما تقولها يا سيدي وتنطق يا جميل وحياتك. عمال تتدلع ونولع قلبي بنظراتك، ما تقولها يا سيدي وتنطق يا جميل وحياتك. كل حاجه بالخيله. اسمع مري، خد خرفوش واتفق معاه على النقطة، ونزل له كام رزمة من المكتب خليه يرمي. أوامرك يا برنس. بقول لك وبالمرة نزل كام إزازة على الترابيزة. ده ضارب إزازتين لحد دلوقتي لا يتقلب مننا ويموت. جويا شلبي. أجويا يا برنس. ما تحس بيا هواك والشوق حلفاؤك خانوك يا أفندينا، كل حلفاء. عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجه. بتعملي ايه يا عم
عندك يا بت. القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس. انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لي مش كده؟ شو؟ انا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعتي برق الحياة؟ ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمة يا حاجة، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحالة رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا اله الا الله، احنا مش كنا علمنا الحكايه دي؟ اصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمه، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها يا حاجه، ارقيها. جبت لك يا زمن. يا مسهل، ايه يا براء؟ يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرح؟ ابويا يا ستي هيتجوز، بس عامل حفله مزاجي عالي قوي. انت شكلك سكران وجاي تكمل عليا. يا ساتر، ده بدل ما تقولي لي مبروك عقبالك. هو انت ناوي تعملها تاني انت كمان؟ وليه لا؟ عيب يعني ولا حرام؟ ده نعملها تاني وتالت ورابع لو حبيت، مش حق الشرعي. ده اسمه ايه ده؟ بقولك ايه، ما تهدى عليا شويه، اوعى مخك يحدفك لحته شمال، لحسن هتلاقي نفسك طاقش في حاره سد. وليه الجو الغامق ده؟ مش كنا حلوين مع بعض وقلنا هنبقى جيران ونفتح البيبان على بعضيها؟ ده حتى بيقولك الجار اولى بالشر. احنا اصحاب مصلحه واحده وبيننا طار مشترك، وانا معاك كتف بكتف لحد ما نطلعه من عين افندينا. ماشي يا روما، يبقى مبروك على ابويا العروسه ومبروك علينا يا افندينا. سلمت عقلك من الطيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي شو يا راجل، بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز هنجز وجايلك في الكلام. اخصى عليك، هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة داخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الدادمان؟ مش هتيجي ننام؟ نام؟ نام ايه؟ وانا عاد بيجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي، مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده. هاتها جمال يا رب يا رب. ضربة معلم صحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي
المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كوتشين صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براءة النوح فضلت وراها لغاية ما خليتها زي العجينة بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مرة ومن هنا مرة، هو بقى يفرفر في النص. يبقى نكي بالمرجيحة ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شقلعها. مش قلتلك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نشفتي دمي. مرة من نفسي نشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة. ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه بدران لا يكون ضميرك صاحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل، جميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفه واحنا لسه ابتدينا، ده يدوب خمس ست طقم اللي شربناهم. الرجاله راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامه، يجوا بالسلامه يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده يا ابني؟ دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم 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 وفي الاخر كله شمال. ايوه كده. هزم هزم يا كبير واصطبح. الرجاله جم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بكبوشه؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك مغرقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحد عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحه الابديه. اهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك البايع ده على اخر الاحزان ان شاء الله. ممكن اكشف حاجه وحشه. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو انا مت؟ يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. نقطك الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. يا ابن المتوسطة. ايه العبارة؟
ست شهور. مالها؟ الطاقة صاحبي خصك وبتنكش وراك كبير. صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذة ساكنة في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مرة شفت معاها الست كرامة، بس نسيت أقولك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطرة، مرات براءة النوح. مطرة مرات براءة النوح.